السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على كل الأمارات الموجودين معايا، ومساء الخير على كل متابعين القناة. إزايكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب الجميع يكون بخير إن شاء الله. برحب بكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات والأجهزة المنزلية. لو أنتوا أول مرة بتشوفوا القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديوهات بتعجبكم ما تنسوش اللايك. معانا النهاردة فيديو جميل جدا وفيديو مميز للأدوات المنزلية زي ما احنا شايفين اللي لا يمكن الاستغناء عنها وكل ست بيت بتحتاجها في البيت. أدوات ومنظمات جميلة جدا هتساعدنا في البيت وشغل البيت، وهتوفر علينا الوقت والجهد، وكمان هنقدر نستغل بيها المساحات الصغيرة والضيقة اللي في المنزل. لو حابين تشتروا أي منتج من المنتجات الموجودة في الفيديو، إن شاء الله في آخر الفيديو هقول لكم على الطرق والأماكن اللي نقدر بيها نشتري المنتجات الموجودة في الفيديو، بس خليكم معايا لآخر الفيديو إن شاء الله. زي ما شفنا في أول الفيديو كان معانا أدوات تنظيف المنزل، أدوات كلها جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في البيت، وضروري جدا تكون موجودة عندنا في البيت، سواء الأدوات دي أو أدوات تانية إحنا بنختارها من الأماكن اللي بنشوف فيها الأدوات المنزلية. دلوقتي هنشوف مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات الخاصة بالمطبخ. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا قطعة الخضروات والبطاطس اللي احنا شفناها، جميلة جدا ومفيدة وعملية جدا في المنزل، وهتوفر عليكي الوقت والجهد وانت بتعملي الاكل. زي ما شفنا كده كان معانا الخلاط الجميل العملي اللي لازم يبقى موجود في كل منزل للخضروات والفاكهة، خلاط كلنا بنستعمله وبنحتاجه لأدوات كتيرة جدا. كمان معانا المفرمة الجميلة جدا والعملية، مفرمة يدوية نقدر نفرم بيها الثوم، البصل، الفلفل، كمان نستخدمها في فرم الخضروات، وهنستخدمها عدة استخدامات كتيرة جدا. زي ما احنا شايفين جميلة جدا وعملية وليها استخدامات مختلفة. دلوقتي هنشوف مع بعض الأطباق البلاستيكية أم مصفى من الخلف، جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في البيت لغسل الخضروات والفاكهة، وكمان نقدر نستخدمها استخدامات كتيرة مختلفة كطبق للفاكهة لتقديم الفاكهة أو للخضروات أثناء الطبخ. أكتر من شكل وأكتر من نوع هنشوفه في الأطباق البلاستيكية زي ما احنا شايفين، وليه استخدامات كتيرة جدا في المنزل. هنشوف كمان مع بعض طبق غسيل الخضروات والفاكهة أبو فرشة دوارة، جميل جدا وعملي، وكمان بجزئين نقدر نفصل الجزء اللي بنغسل فيه عن الجزء اللي فيه المية اللي مش نظيفة زي ما احنا شفناه كده. كمان ان المنظمات المهمة جدا في المطبخ هي مصفاة خاصة بالأدوات أو الكوبايات والأطباق والكاسات اللي نقدر نحط فيها أدوات كتيرة جدا بعد ما نغسلها، علشان نقدر نصفيها وتنشف وما يبقاش فيها أي مية أو أي بلل. كمان هنشوف مع بعض البرطمانات الجميلة جدا المحكمة الغلق اللي احنا شفناها دي، جميلة جدا وعملية وليها استخدامات كتيرة جدا في البيت. كمان هنشوف مع بعض مبشرة الخضروات الجميلة جدا والعملية وليها استخدامات مختلفة. دلوقتي هنشوف منظمات جميلة جدا للتلاجة زي ما احنا شايفين مع بعض، العلب الجميلة جدا اللي نقدر نصل فيها الخضروات، وكمان نقدر نخزن فيها الخضروات والفاكهة داخل التلاجة. زي ما احنا شايفين كده اكتر من نوع واكتر من شكل، تقدري تاخدي اللي يناسبك واللي انت شايفاه احسن ليك. كمان هنشوف مع بعض البوكس الجميل والعملي اللي فيه الاكياس الاسترتش اللي نقدر نغطي بيها اطباق الاكل، او نقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا من الادوات الطعام اللي احنا بنستخدمها اثناء الاكل او بعد الاكل. هنشوف كمان مع بعض الحامل الجميل والعملي اللي نقدر نستخدمه اثناء الطبخ، ونقدر نحط عليه ادوات الطبخ واحنا بنطبخ سواء على البوتاجاز او على رخامة المطبخ. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل والعملي الخاص بالبخور اللي نقدر نحط فيه البخور بكل امان، وعلشان ما يلسعناش او يلسع اولادنا. هنشوف كمان مع بعض عصارة الليمون الجميلة والعملية اللي نقدر نعصر بيها الليمون او البرتقال او كمان البطيخ زي ما احنا شايفين كده. كمان معانا المنظم الجميل جدا والعملي اللي نقدر نعلقه في اي مكان في المطبخ ونحط فيه ادوات الاكل زي المعالق والشوك والسكاكين. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي واللي اتكلمنا عليه قبل كده في الفيديوهات الخاصة بتنظيف المنازل، بجد المنظم ده جميل جدا وعملي يا جماعة، هياخد معاكي ادوات كتيرة جدا سواء تحت الحوض او داخل المطبخ، وهيساعدك في تنظيم وترتيب المطبخ.
كمان هنشوف مع بعض المنظم الخاص بالبقوليات والرز والمكرونة، هو ينفع أكتر للبقوليات لأنه بياخد معاكي كميات محدودة من البقوليات وبياخد معاكي أكتر من نوع. زي ما احنا شايفين أكتر من شكل وأكتر من نوع، تقدري تاخدي اللي يناسبك واللي انت شايفاه أفضل ليك. كمان هنشوف مع بعض المضخ الكهربائي اللي احنا شايفينه دلوقتي، نقدر نحطه على اي ازازة، سواء ازازة مية او ازايز عصير او ازايز بيبسي، وهنستخدمه استخدامات كتيرة جدا. هو منظم جميل جدا وعملي، ولازم يبقى موجود عندنا لانه بنحتاجه جدا في اوقات كتيرة. كمان هنشوف مع بعض القطاع والمقشرة الجميلة اللي احنا شايفينها، هنقدر ناخدها معانا في اي مكان واحنا خارجين، وهنقدر نقشر بيها الفاكهة والخضروات، نقطع بيها بكل سهولة. كمان هنشوف المفرمة الجميلة الصغيرة اللي احنا شايفينها للثوم والفلفل، جميلة جدا وعملية، وهتساعدنا كمان في فرم الثوم والفلفل بكل سهولة. هنشوف مع بعض بعض المنظمات الجميلة جدا الخاصة بالمطبخ، جميلة وعملية جدا، وهنقدر نحط فيها أدوات كتيرة جدا من أدوات المطبخ، يعني هي شبه الدولاب كده بس سهلة الفك والتركيب، تقدري تحطيها في أي مكان. كمان هنشوف الأرفف المعدن اللي احنا شايفينها دلوقتي، أرفف من المعدن جميلة جدا، أو زي ما بنسميها التربو الخاص بالثوم والبصل، وكمان نقدر نستخدمه استخدامات كتيرة جدا لتخزين المكرونة، الرز، الشعرية، ونقدر نحط فيه الشيبسي والحاجات كتيرة جدا ممكن نستخدمه فيها، ممكن نحط فيه الفاكهة والخضروات زي ما احنا شايفين. كمان هنشوف مع بعض المساحة الصغيرة والجميلة جدا اللي ليها استخدامات كتيرة جدا في المنزل، هنقدر نمسح بيها البوتاجاز، المطبخ، الإزاز، الحوض، هنقدر نستخدمها استخدامات كتيرة جدا. كمان هنشوف مع بعض الباسكت الجميل العمل اللي احنا شايفينه، اللي نقدر نحطه في أي مكان عندنا سواء في المطبخ أو في الحمام، هيساعدنا جدا على نظافة المكان، وهنقدر نحط فيه كل الأدوات اللي احنا بنستغنى عنها أثناء الطبخ. دلوقتي هنشوف مجموعة جميلة جدا ورائعة من الأدوات والمنظمات الجميلة جدا الخاصة بالحمام، زي ما احنا شايفين كده مع بعض، معانا علبة المناديل الجميلة قوي قوي والشيك، اللي شكلها كيوت خالص، وهتخلي معانا شكل الحمام جميل جدا وشكله شيك، وهنقدر كمان نستخدمها كشماعة للأدوات الخاصة بينا. كمان معانا المنظم الجميل والشيك اللي احنا شايفينه دلوقتي، منظم جميل وعملي لفرش الأسنان والمعجون، هيساعدنا على ان احنا نستخدم الفرشة وكمان نقدر نطهرها بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض الموزع الخاص بالصابون الايدين، موزع جميل جدا وعملي بدون لمس العبوة، وكمان نقدر نشحنه بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل جدا اللي نقدر نحط عليه ادوات كتيرة جدا من الادوات الشخصية اللي بنستخدمها في الحمام. هنشوف مع بعض المروحة الصغيرة دي اللي نقدر نحطها عندنا في الحمام للتهوية، جميلة جدا وعملية. كمان هنشوف مع بعض المنظم الخاص بالصابونة الوش او الصابونة اللي بنستخدمها اثناء غسيل الادوات، منظم جميل جدا وعملي، مش هيخلي الصابونة تبوظ معانا زي ما احنا شايفين او تبوش بسرعة. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل والعمل اللي احنا شايفينه دلوقتي، حامل خاص بالاستشوار او مكنة الحلاقة، نقدر نعلقه في اي مكان عندنا في الحمام. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعمل اللي شكله جميل جدا والوانه كمان جميلة، اللي نقدر نلزقه في اي مكان عندنا في الحمام ونحط عليه ادواتنا الشخصية. بتمنى جدا تكونوا استمتعتم بالفيديو والادوات اللي موجودة فيه. دلوقتي معادنا علشان نعرف اماكن الشراء اللي ممكن نشتري منها الادوات الموجودة في الفيديو. الطريقة الاولى وهي عن طريق محلات الادوات المنزلية اللي موجودة في اماكن كتير جدا حوالينا. اما الطريقة التانية وهي عن طريق صفحات الفيسبوك، صفحات بتبيع اونلاين وهتوصلك الادوات والمنتجات لحد البيت، وفي بعض الاحيان ما بنلاقيش فيها كل الادوات الموجودة في الفيديوهات، فهنا هنروح للطريقة التالتة والاخيرة وهي عن طريق المواقع الالكترونية، ومن المواقع دي amazon.com او aliexpress.com او alibaba.com او jumia.com او noon.com، هتلاقي ادوات كتيرة جدا من الادوات الموجودة في الفيديو، وكمان ادوات اكتر من كده بكتير. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بس ما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش ضروري جدا اللايك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وانتوا بخير وصحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله.